أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي محمود متولي لاعب الفريق إن حالته لا تستدعى للسفر إلى ألمانيا مرة أخرى، وده من أجل الاطمئنان على نفسه بعد الإصابة اللي كان تعرض لها من أسابيع، وتحديدا في مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك حيث تعرض وقتها لإصابة بمزق في العضلة الخلفية. بينفذ حاليا برنامج تأهيلي للتعافي من هذه الإصابة، وبعدما تم عرض اللاعب على خبير ألماني على هامش معسكر الأهلي الأخير بدبي، وطلب الخبير الألماني التمهل في علاج اللاعب وعودته للملاعب حتى لا تتجدد إصابته مرة تانية. وأبدى محمود متولي رغبته في السفر إلى ألمانيا لعرض نفسه على خبير ألماني هناك، ومن أجل الاطمئنان على إصابته طبعا وعلى البرنامج العلاجي اللي بيؤديه حاليا إن هو ماشي بخطة جيدة. لكن مسؤول النادي الأهلي أبلغوا اللاعب بأن حالته ما تستدعيش للسفر لألمانيا، خاصة وأن حالته بتتحسن يوم بعد الآخر، ويبدأ اللاعب إن شاء الله اليوم الاثنين تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل، وده بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي اليوم تمهيدا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة اللي جاية وفقا لجاهزية اللاعب واستجابته للعلاج. إن شاء الله يرجع بألف سلامة. محمود تقول لي واحد يمكن ما شاركش كتير مع النادي الأهلي، وده بسبب الإصابات اللي كان تعرض لها محمود متولي، ولكن هو واحد من نجوم دفاعات النادي الأهلي.